بابا يلا. ما طلعت فوندا؟ شغلت يومين، انتبهي على أخوك. كيف يعني؟ رح نبقى هون لحالنا؟ أو شو فيها يعني؟ أنت مانك صغيرة تهتمي بأخوك، مو عاتيني تعملي هيك؟ بس بابا أنا عندي رحلة مع رفقاتي. خدي هدول بيكفوكم. بابا كيف رح نبقى لحالنا؟ جيب الشنطاية معك. اتحملي مسؤولية مرة واحدة بهالعمر. شو هالمصيبة؟ يا ربي ساعدني. ما تطلع فيه هيك كل البيضة. يلا تيو. طلعتي ولا لسه؟ لساتني والله. شو عن جد عم تحكي؟ بعد ساعة رح تبدأ حفلتنا، كيف رح تلحقي؟ والله ما بعرف شلون. صاير معك شي مشكلة؟ فيك تمرق لي هالليلة بس؟ ليكي آسف إذا تأخرتي، سوزان رح تغني بدالك. سلامات. يلا كرام رد على تليفونك بقى. اخدي كرام شو عم تعمل؟ لازم تجي بسرعة. فزنا بالمباراة واحذري شو صار كمان. خلصني هلأ، مو وقت المباراة، أخوك بالبيت لحاله. رح أبعت لك العنوان، انتبه له لأرجع. كرام ما تطول. لا ما في، روح معك على مكان عم احتفل مع رفقاتي. كرام اسمعني. ما عم اسمعك منيح أختي. يلا باي. شو هاد؟ شو عم تعملي؟ ما قدرت تنطر؟ قلتلك إذا تأخرتي هي بدها تغني. شو أعمل يعني؟ هي همها مو تغني، بدها تتقرب منك تيو. ليكي دفنا، أنا ماني فاضي لهالولدني أبدا. مو فاضي طبعا، لأنك مبسوط بالحركات اللي عم تعمله. لك ليك اسمع شلون عم تنشئ، ما بتعرف تغني ولا كمان هي اسمها ولدني؟ دفنا وقت تكوني موجودة رح تغني، وإذا ما كنتي في غيرك، هذا القانون هون. معناها إذا رحت معكم بالجولة رح غني لحالي، وهلأ بما أني إجيت نزل سوزان من على المسرح. يلا. ليكي لا تحكي معي بهذا الأسلوب أبدا. عن جد؟ غير أسلوبي؟ ماشي. تعي لهون. تركني، عم قلك تركني خلاص. تعي تعي. شو بك تركني خلاص. انت عم تتعامل مع صبية، ما بيجوز تتصرف هيك صح ولا لا؟ بعيد وهالشي ما بيخصك. ليك بنصحك انه تعتذر منا. يلا. شو اللي دخلك انت اصلا؟ ليش مين حضرتك؟ انا مشانك. هو صديقي ونحن حرين. بعتذر، آسف. غبي. متحمسة كتير. أول مكان هولندا ما هي؟ بالضبط، رح نبقى هنيك شي يومين وبعدها حسب الوضع منشوف شو ممكن نعمل. ممتاز. يلا يا شباب. محتاجة شي؟ لا مشكور. انزلي من السيارة. عم قلك انزلي. انزلي يلا. سألتك سؤال يا بنت، جاوبي لشوف. امي مشان الله لا ترفعي صوتك علي. هذا اللي شاغل بالك هلا؟ فهميني لوين رايحة بدون ما تخبريني، ومين هدول اللي رايحة معهم؟ يا امي هدول رفقاتي بالمدرسة، ورايحة اعمل جولة موسيقية انا وياهم. ما في لا جولة ولا غيره. يلا امشي. لا تعامليني هيك قدامهم، اتركي ايدي يا مدام. شو دخلك؟ بعد هيك. ومين انت اللي تضحك على بنتي وتاخدها معك؟ ومين هدول رفقاتك؟ انا ما بعرفكم. خلص ماما. لك مو على كيفك دفنا. بعدين ما حدا عم يضحك علي، هدول رفقاتي بالمدرسة وانا مو بنت صغيرة. بلا صغيرة ونص. وما فيك تروحي لمحل بدون اذني طالما لساتك بنت قاصر. ولا نسيتي انه عمرك 17 سنة؟ ماما 17؟ لك شو عم تحكي انت؟ مو قلتي لنا انه عمرك 19؟ قلت لك بلا ما ناخدها رح تعملنا مشاكل. اطمني، انا اصلا ما رح اسمح لبنتي تروح معكم. ماما خلاص. دفنا كنتي عم تكذبي علي؟ لا مو كذبة هي، بس اخذت اذن من بابا، هو عنده خبر. انا مو عايشة معه وما فيها تتدخل فيني. يلا خلص امشوا، خلونا نركب بالسيارة بلا ما نتأخر. يلا شو بدكم فيها؟ ما دخل فيني. يلا.
استني ماما. طبعا رح اتدخل فيكي، انا امك وبعرف مصلحتك اكثر منك. فيكن تروحوا على جهنم اللي بدكن ياها، بنتي رح تضل هون. بس انا ما بدي ضل معي. جربي تخطي خطوه وتطلعي بالسياره وشوفي شو رح اعمل. رح انادي للشرطه وخليهم يشحطوكن كلكن على السجن، لانكن اخذين معكم بنت قاصر وبدون علم اهلها. يا شرطه ماما، يا شرطه ماما، يا شرطه دفنا، نحن مو مضطرين لهي المشاكل. يلا اطلعوا على السياره. يا ربي دفنا. ماما هاتي شنطتك. خربتي علي كل شيء. تنفلق الشنطاية باللي فيها، حلي عني بقى، ما بدي روح معك. يا ربي أنا بكرهك وبكره حياتي من وراء عمايلك هاي، صرت مسخرة قدامهم. بس يرجع عقلك لراسك رح تشكريني. روحي وحاش تبكي. تركي عمل لك. امشي لشوف، امشي. تركي رح روح لعند بابا. بابا قلتيلي؟